انتبه تخش هذا البيت، انتبه مرة انتبه منه. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح اوريكم مكان جدا جدا رهيب صراحة، ويعني زبد، عبارة عن بيت لما تقرب منه راح يجيك شخص كذا دب مدغبش حالته حالة، راح يقول لك حياك الله، كيف حالك اليوم، عشاك عندنا مدري غداك، المهم يضيفك عشان تخش البيت عنده. فانت مخير، يا انك تخش البيت او انك تمشي، لكن شوف ايش راح يصير لو خشيت هذا البيت. Why didn't you tell me we had guests coming? I'd have fixed myself up nice. Oh, now you know you look perfect, Princess. I ain't no guest, miss. I'm just passing through. Oh, nonsense. Well, come on in. Rest a while. Now, we got food on the stove and a bottle of the good stuff we've been saving. It's decided then. طبعا لما تخش للبيت راح يقول لك هلا والله، كيف حالك، طيب، خير، مبسوط، المهم يعني يكلمك. بعد راح يقول لك انه غدانا جاهز وتغدى معانا، المهم انت وافق وما عليك. بعد راح يقول لك روح ناديها من فوق في الغرفة متكية، روح ناديها وانزل. بعدها راح تكمل معاك القصة ويجي العشاء، وخليكم مع القصة احسن، بلاش البربرة حق. One of them moments you wish could last forever. Well, like I said, I can't stay for long. Then look at us, like a couple of old friends. Ah, oh, it's a short life, but a merry one. Here we are, all the fixings. I hope you boys left some room in your trousers. Mmm, that smells delicious. Where are my manners? Drinks. Yeah, I could definitely use a drink. That stuff will put hair on your chest. Oh, I doubt he needs that. Let's loosen you up some more. Come on, huh? What the hell is that? It's an old Aberdeen home recipe. That one right there's in 1894. Feels like someone's stabbing me in the head. Come on, I thought I had a man here, not a boy. One more, and you and I both will go upstairs and have a lie down. Ah, what the hell? About time. I take whatever cash he has on and put behind mama. اللي صار بكل بساطة انهم شالوا كل فلوسك، وراح يشيلون كل فلوسك. لو معاك 70,000 راح يشيلونها كاملة. كيف ارجع فلوسي؟ كل اللي عليك مرة اخرى انك ترجع لنفس البيت وتدعس وجعهم وتقربعهم قربعة وتطعنهم تطعين، وبعدها راح تحصل فلوسك في الصورة زي ما تشوفون في الجيم بلاي الان. طبعا اذا كنت يعني شخص تحب تجمع وتلوت، حاول بقدر الامكان انك تلوت البيت كامل، بعدها راح تاخذ فلوسك من الصورة زي ما شفتوا في الجيم بلاي. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حط لايك، لا تنفشخ فلوسك، ها؟ يلا سلام عليكم.